فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا صليت على جنائز في المسجد وعند حضوري إلى المقبرة حضرت جنائز ولا أدري هل هي من الجنائز التي قد صليت على، يقول: إذا صليت على جنائز في المسجد وعند حضوري إلى المقبرة أحضرت جنائز ولا أدري هل هي من الجنائز التي سبق أن صليت عليها أم لا. صل عليها حتى لو كررت الصلاة على الميت خير له، لأن الدعاء من صالحه ومن صالحك أنت أيضا. صل عليها. نعم.